بما ان احنا بقى بنتكلم عن الرياضة، عايزة اعرف من البداية شغف حضرتك للسباحة اللي خلاكي لحد النهاردة بتمارسيها، دي حاجة مهمة جدا. شغفي والله جه من عيلتي. انا والدي كان بطل في اولمبياد في الفروسيه، وكان ضابط بوليس اوكي. وفاهم كويس قوي قيمه الرياضه. اصل الرياضه دي ثقافه، دي حقيقة. ثقافه فعلا. فمن واحنا اربع، احنا كنا 3 بنات، من واحنا 4 سنوات رمينا في حمام السباحه. لا وانتي ما بتعرفيش تعومي لسه. لا خلاص، اللي هتعوموا يعني هتعوموا، هما ملهاش بيعملوا حل حاجة. تاني، ده ضابط بوليس يعني. بس احنا كنا 3 بنات، وانما اللي تميزت في البطولات هي نجوى. يعني اخواتي التانيين طبعا، لكن عارفه دي موهبه حضرتك، موهبه. فقعدت بقى في السباحه دي، لقوني عندي موهبه السباحه في النادي، على طول اخذوني دربوني. بدات في بطولات الجمهوريه، اخذت بطولات فرديه، مكانش مش عارفه ما كانش حد يقدر عليا ليه يعني. ان شاء الله ان شاء الله. لغايه سنه حوالي 16 سنه، وبعد كده البطولات توقفت مع كل الناس بالنسبه للجونيورز. اوكي. فقعدت فتره طويله ما ادخلش بطولات. بس انا مش سباحه عاديه، انا فايتر، ما عايز شاء الله. الميه، ميه لازم تكون حد اولا قوي جنبي عشان احب اعوم. لازم لازم يبقى في كومبيتيشن، لازم لازم منافسه، او لا لازم يبقى معاكي حد. تتخيلي حضرتك يا حبيبتي، انا بطلع بره علشان اقابل الاجانب الاقوياء. اهو ده عايش، ما اعرفش اوصفها ازاي.